سيادة النائب، يعني حدثني عن حالة حقوق الإنسان داخل تركيا، خاصة بما تتعرض له المرأة التركية والأطفال حتى داخل السجون التركية. Türkiye zaten insan hakları ve demokrasi alanında oldukça kötü bir yerdeydi. O hal dönemi ilan مثلا في حقوق الإنسان بالذات. duyabiliyor musun? Duymuyorum, zor duyuyorum. O hal döneminde bu hukuksuzluklar daha da arttı. كانت حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة. Evet, sesiniz gelmiyor. Duyabiliyor musun? Evet, o hal döneminde Türkiye'de önceden de eksik olan insan hakları ve demokrasi daha da kötüye gitti. سيما في فرض حالة الطوائر زادت انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا في المرحلة الأخيرة. Evet, devam edebilirsiniz. Duyuyor musunuz? Evet. Önceden de Türkiye'de işkenceler, insan kaçırmalar, kötü muameleler, gözaltı merkezleri veya cezaevlerinde yoğun bir şekilde yaşanıyor. Ama son قبل ذلك وقبل حالة الطوارئ من الخطف والتعذيب والإهانات. يعني سيد عمر حدثني عن أعداد النساء داخل السجون وكيف يتم التعامل معهن. يعني قابلت مجموعة من النسوة الأتراك في فرنسا وتحدثنا معي عن الحالة المزرية داخل السجون. Türkiye'de şu anda 10 bin civarında kadın mahpus var. هناك حوالي 10,000 امرأة 8000 محبوسة في تركيا حاليا. kadın mahpus var. Ve 800'ü aşkın 0-6 yaş arası bebek ve çocuk var. وحوالي 8,000 طفل ما بين سنة إلى 6 أعوام. Bu sayılarda çok artış oldu. وهناك زيادة في هذه الأعداد يوميا. Hani son dönemde KHK'lılara yönelik FETÖ operasyonları adı verilen operasyonlarda çok büyük bir artış هناك yaşandı. زيادة في أعداد المساجين وخاصة في ظل المراسيم التشريعية وفي ظل العمليات التي تتم بدعوى عمليات ضد منظمة فتح الله جولان. operasyonlar çerçevesinde yine Kürt meselesiyle ilgili de en az 20 bin gözaltı هناك حوالي ما لا يقل عن 20,000 محتجز بدعوى موضوعات مختلفة يوميا تحدث. وهؤلاء كثير منهم من دخل وخرج حكى عما تعرض له من تعذيب وإهانات. وهناك من بقي شهورا وسنوات دون مبرر ودون سند قانوني. هناك نساء كثير يبقين في السجون مع أطفالهن الصغار. نعم، وتسبب هذا في مآسي لكثير من العائلات التركية والأسر التركية. يعني
هذا ليس أمرا جديدا، هو موجود منذ فترة وزاد مع حالة الطوارئ التي فرضها أردوغان. هذه العمليات الأخيرة هدمت كثير من البيوت وحطمت كثير من الأسر، كثير من الأطفال والنساء والكهول دخلوا السجون بدون مبرر قانوني. نعم، واضطربت العائلات والأسر وفسدت حياتها الاجتماعية. يعني مفهوم، يعني حدثني سيد عمر عن إن كان لديك أرقام عن عدد السجون داخل في تركيا وعدد المساجين داخل تركيا، وتحدثت عن 10,000 امرأة داخل السجون. يعني حدثني عن مجموعة من الأعداد والأرقام، وأنت مهتم بحقوق الإنسان، ونحن نعلم أن حقوق الإنسان في تركيا تأتي في المرتبة ثاني أسوأ دولة في العالم في حرية حقوق الإنسان خاصة للصحفيين والإعلاميين. يعني Türkiye'de son 5 yılda o hal ilan edildikten sonra böyle adil yargılama olmaksızın insanları cezaevine gönderme isteği olduğu için 225 tane cezaevi في آخر 5 سنوات تم تقريبا إنشاء ما يقرب من 225 سجن بسبب هذه عمليات السجن والاعتقال غير المبررة وغير القانونية. يوجد في تركيا سجون أكثر من المصانع، سجن 300,000 شخص في بداية شهر فبراير هذا العام، هناك في مكان يسع 120,000 شخص سجين فقط ما يفوق 300,000 سجين. رغم أنهم أخرجوا قانون للإعفاء وتخفيض العقوبات، إلا أن هذا لم ينفذ بحق المساجين السياسيين، استثنوا من هذا القانون ومن تفعيله. حتى أنه كان هناك أحد رجال المافيا اسمه علاء الدين تشاقيجي، أخرجوه ولم يخرجوا المساجين السياسيين. هم يواصلون ملء السجون بمن يسمونهم بالمعارضين السياسيين، ولا يسمحون لهم بالاستفادة من هذا القانون الذي أقروه، في حين أنهم جعلوا مجرمين يستفيدون منه ورجال للمافيا. نعم، هناك الكثير والكثير والأعداد تزايد يوميا من النساء في السجون، وعائلاتهم تتمزق وتتشتت ويعيشون مآس كثيرة بسبب هذه الأفعال التي تتخذها السلطة. هناك الآلاف من الأطفال ليسوا في السجون مع أمهاتهن، وهم يعيشون مشاكل نفسية خطيرة وصدمات نفسية خطيرة تؤثر في حالتهم النفسية. هذا ما حدث هو جزء من كثير، هناك الكثير من الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان سنكشف عنها ويجب الكشف عنها. نعم، التفتيش العاري قضية مهمة ومثيرة، ولكن هناك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان يتعرض لها الناس في تركيا. سياسي
نعم، ولا تزال تستمر هذه البور من قبل السلطة السياسية.